لقيته طلع بالسيارة الأزرق. فهمت منيح. ماشي، ايه رح جيبه هلأ معي. تمام، 30 ثانية ورح كون عندك. عارو أهدى شوي وبوصل. يلا باي باي. عفوا لو سمحتوا. وينو عروة؟ راح. لوين راح؟ وشو بيعرفني أنا لوين بيكون راح؟ على أساس عنده مقابلة. شوفي ليكون صاير معه شي. سأل شو الأسئلة اللي راح يسألوا إياها، وهذا الموضوع مسؤوليتي. قمت أرجيته هالخبر. حبيب عايدة جديد وليكو موجود بالجريدة. عصب وحمل حاله ومشي. تمام، خلص أنا رح لاقيه. وإذا لقيتيه شو رح يتغير؟